السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلاب البكالوريا، طولت عليكم شوية لأن معظم الدروس على الفصل الأول موجودة على القناة، إذن خليكم أنكم تراجعوها. مصطلحات الوحدة الأولى، الوحدة الثانية والثانية بالنسبة للغات، وحتى العلميين بمصطلحات الوحدة الأولى موجودة، إذن راجعوهم مليح. مصطلحات مهمة جدا يساعدكم باش تفهموا النصوص في الامتحان. تاني القواعد، معظم القواعد تاع الوحدة ولا الفصل الأول بالنسبة للعلميين والأدبيين. اليوم جبت لكم باش نحلو مع بعضنا this one text، نشرحو النص مع بعضنا ومن بعد نحلو التمارين تاع النص والقواعد. أكيد مهم جدا تبعوا معايا النص لما نشرح الكلمات keywords، فهموهم وحاولوا تكتبوا في النوت بوك تاعكم الكلمات اللي يكونوا جداد. نبدأ على بركة الله. لدينا we have here، عندنا bribery. سواء عادة لما نعرفوا النص على واش يتحدث، فكرة العامة تاع النص وين نروحوا paragraph number one، في السنتنس الأولى، في الجملة الأولى، في الباراجراف، في الفقرة الأولى نلقاو الفكرة العامة تاع النص. هذه أول حاجة. ثاني حاجة باش نعرفوا على واش تحدث النص، تكون عندنا كلمة ولا إكسبريشن، عبارة تتعاود بزاف في النص، يعني تلقاها في الفقرة الأولى، في الفقرة الثانية، الثالثة، ويقعد النص يحكي عليها ويعاودها عدة مرات. هذيك تعرف باللي النص يدور على هذيك الفكرة ولا هذيك العبارة. نبدأ بالفقرة الأولى، عندنا bribery. What is bribery؟ bribery هنا أول كلمة، bribery. bribery هي الرشوة، نفهم هي الرشوة. It's an ethical business. Good, it's unethical. هي غير أخلاقية. Good, it's illegal. غير شرعية. So bribery is the crime. جريمة is the crime of giving or receiving something. إذن الرشوة هي الجريمة تاع giving، إعطاء، or receiving something، شيء of value، هذا الشيء يكون عنده قيمة. إذن to influence باش نأثروا على official action. To influence official action. Official what does mean official؟ official معناتها موظف. إذن الرشوة هي جريمة، جريمة إعطاء أو أخذ شيء ذو قيمة للتأثير على عمل موظف ما. Both of the person، sorry، both the person giving and receiving bribe are guilty. إذن الأشخاص في زوج، اللي مد الرشوة اللي أخذ الرشوة are guilty، guilty مذنبين of bribery، يكونوا مذنبين ومشاركين في الرشوة. ماشي غير اللي مد يرشي، تاني اللي يأخذ يعتبر مشارك في الرشوة. هذه الفقرة الأولى. second، bribery is illegal. كما قلت قبل it's unethical، illegal معناتها غير شرعية. for two reasons، زوج أسباب. firstly، أولا، it usually involves a public، إذن it usually involves a public official using his or her office for personal gain. لأن الرشوة ديما لازمها تأثر على يكون an official، موظف مشارك في الرشوة وتأثر عليه وعلى العمل تاعه. so it involves a public official، يكون من الشعب عام، using his or her office، يستعمل خاصة هذوك اللي يعملوا في عند الدولة، and so on. public not private، ما يكونوش عندهم عمل خاص، يكونوا عنده منصب في الدولة حساس ويستعمل المنصب تاعه للأعمال والأغراض الشخصية تاعه. yes one gain يعني أرباح شخصية تاعه. هذه أولا. ثانيا، secondly، it can cause officials to make unfair decisions. إذن هذو الموظفين تسبب لهم الرشوة أنهم يأخذوا unfair decisions. decisions قرارات، unfair يعني غير عادلة. that affect معناتها impact ولا تؤثر على citizens. citizens هما المواطنين. إذن الرشوة تخلي أنهم موظفين منين يديروا هذوك decisions which are not fair، ماشي عادلين، راح يأثروا على المواطنين، يأثروش عليهم ولا على الأعمال الشخصية تاعهم ولا الأرباح الشخصية تاعهم، يأثروا على المواطن العادي. bribery عندنا الرشوة، sorry. So bribery is a very old crime.
old مش معناتها old old معناتها قديم. تو bribery is a very old crime جريمة قديمة. There is evidence evidence معناتها يوجد هناك حاجة كما نقولوا حنايا بالحجة والدليل. يوجد دليل of bribery dating كانت هناك لقاءات باش الناس تمد الرشوة. But more than 4000 years 4000 سنة من قبل كانت هناك لقاءات مخصصة باش الناس تمد وتأخذ الرشوة. Usually عادة a person شخص who bribes يرشي a public official عامل مهني كما قلنا من عامة الشعب is paying يدفع to get special treatment باش يأخذ معالجات خاصة. This special treatment can come in many forms يقدر يجي في عدة أشكال. For example a company هي شركة sorry a company might bribe an official to win a government contract. إذا شركة تقدر ترشي عامل أو موظف باش تربح الكونترا تاع الحكومة. مشروع مثلا واحد راح يرشي الموظف اللي يعمل على اعطاء المشاريع يرشي باش هو اللي يربح الكونترا هذيك. good no one لا احد knows يعرف how often people commit bribery كم مره واحد ما يعرف كم مره people commit bribery يعني يرشيو. but many experts experts هما الخبراء believe that most people who bribe officials are never caught. الخبراء يؤمنون يصدقون انه most people who bribe اغلب الناس اللي يرشيو officials يرشيو الموظفين are never caught عمرهم ما يشدوهم لانه اكيد الرشوة تكون كما نقولوا under the table تحت الطاولة. الموظف يخبي واللي جاي يمد who is giving money ولا who is giving bribery اللي يمد الرشوة يكتم السر و هو is receiving bribery also يكتم السر سوف يزوج يكونوا متفقين ولهذا they are never caught يعني أغلبيتهم يشدوهمش. so this text is adapted هذه ديما نقراها في آخر is adapted يعني مأخوذ adapted from world book 2004 إذن مأخوذ من كتاب هو كتاب العالم 2004 sorry. هذا بالنسبة للنص. نوع عندنا دائما النص ومن بعد questions عليه reading القراءة ال questions الأولين عليهم 7 نقاط interpreting number 1 يقولك choose the correct answer choose خير the correct answer يقولك the text is النص هو a newspaper article اسكو it's a newspaper article يعني مقال مأخوذ من الجريدة A or B is it a report report تقرير or C it's an extract from a book is it an extract from a book is it a report or is it a newspaper article منين جاوبوا السؤال هذا دائما وين نروحوا نروحوا لاخر النص نشوفوا هذه التكمله تاع it's adapted from world book 2004 تسمى ماخوذ من الكتاب اذا an extract from a book هو ماخوذ من كتاب عاد تلقاوها ماخوذ من انترنت ماخوذ من newspaper تلقاو الاسم تاع الجريده والتاريخ إذن دائما نشوفوا الاخر النص ديما تقراوه. next عندنا answer the following questions according to the text حسب النص هذا راح نجاوبوا الاسئله. number 1 يقول لك is bribery a new phenomenon اول حاجه نشوفوا سؤال اسكو yes no question ولا wh question لانه اذا كان على wh question الاجابه تكون كامله إذا كان عاد يبدأ ب auxiliary الإجابة تقول له yes or no كما هنا ما عندناش wh ده ب is is verb to be يعتبر هنا auxiliary إذن راح نجاوبه yes or no قالك is bribery a new phenomena هالرشوة تعتبر new يعني جديدة phenomena هي ظاهرة إذن هل تعتبر رشوة ظاهرة جديدة حسب النص نروحو نبدأ منين لأنه السؤال الأول راح نبدأ من الفقرة الأولى ونبدأ the crime bribery is the crime of giving and so on something of value and so on ومن بعد نكملوا النص in general وين لقينا حكي على bribery اسكو new or old هنا واش قال bribery is a very old crime اذا هنا واش نقولوا no it is not يعني no it isn't لانه bribery it's an old phenomena old x new form so no it isn't b why is bribery unethical علاه نعتبروها unethical حسب النص نروحوا للنص
قلنا نحوس وين لقينا برايبري على هنا نعتبروها unethical. So هنا يلك برايبري is illegal. illegal هي نفسها unethical. illegal غير شرعي, unethical غير أخلاقي. So هاي الإجابة. برايبري is illegal for two reasons. لزوج أسباب اللي هما تكتبوا هنا firstly it's sorry. إذن برايبري is illegal يعني unethical for two reasons. Firstly, it usually involves a public official using his or her office for personal gain. Secondly, it can cause officials to make unfair decisions. So, another reasons تكتبو حتى لهنا unfair decisions that affect citizens. هادو هما reasons الأسباب اللي يخليو bribery illegal ولا unethical. Number three, قالك here C R. شوفوا تبدأ بR ماشي بWH مان ترى راح ندير yes or no. Are all bribery actions punished? Punished معناتها يعاقب. Actions يعني الأفعال. يعني قال لك هنا أسكو كل الأفعال التابعة للرشوة تعاقب. According to the text وين حكى لنا على punishment تاع bribery and so on. قال لك هنا bribery هنا many experts believe معظم الخبراء يؤمنون ويصدقون that most people who bribe officials are never caught. يعني أغلبيتهم ما يشدوهمش. So what do we say? You say no they are not. Not all actions or bribery actions are punished. So نقولوا no they are not. هذا بالنسبة للأسئلة التابعة للنص. Now عندنا next لما يقولك هنا justify علل وين نروحو نكتبو له واش كاين في النص. because many experts believe that most people who bribe officials are never caught. this one منا most experts حتى never caught هذا هو التعليل لانه اغلبيتهم ما شدوهمش. next what do we have sorry what or who. اذا هذا السؤال دائما يكون what ماذا or who من. do the underlined words in the text refer to ان بعض الكلمات في النص تكون مسطره على واش دل. نرجع للنص هنا في النص ما كانوش مسطرين صح they are written in bold عندنا it paragraph number 2 this one it على واش دل. عادة هاد reference words والدرس تاع reference words كيفاش تلقاهم موجود على القناة تشوفوا راح نخلي الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو. اذا reference words رجعوا قبلهم. bribery is illegal for two reasons. firstly it it دل على الشيء الغير العاقل على واش دل هنا على bribery it ترجع على bribery. then another that قال it can cause officials to make unfair decisions that عادة that which تلقاوها لاصقة فيها. so هاي unfair decisions هي اللي ترجع لها that unfair decisions. والدرس موجود في القناة تاع reference word الكلمات الدلالية راح نخلي لي الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو. next what do we have then another question find in the text جيد في النص words that are closest in meaning to the following. closest يعني قراب في المعنى يعني مرادفات synonyms. we have proof paragraph number 2 وعندنا the majority paragraph number 3. نروح proof paragraph number 2. عادة لما يمدلك الكلمة noun تلقى synonym تاعها noun مرادف تاعها اسم يمدهولك صفة تلقى صفة يمدهولك يبدأ يخلص مثلا أودي تلقاه أودي يخلص ing تلقاه ing يمدهولك بتو تلقاه بتو. عادة ماشي دايما بصح في الأغلبية الكلمات يكونوا عندهم نفس الفور. إذن paragraph number 2 تبدأ من هنا قالك proof. proof هي evidence لأنه proof an evidence دليل. then the majority paragraph number 3 majority معناتها اغلبيه الناس نقولوا most majority most people most هذه synonyms. next we have find in the text words that are opposites to this. opposite يعني antonyms at that عندنا innocent paragraph number 1 وfew paragraph number 3. نروحوا paragraph number 1 innocent. so innocent العكس تاع guilty. innocent واحد بريء guilty واحد مذنب. then we have few which paragraph few paragraph number 3 few قليل what's the opposite many few قليل many كثير.
سو هذه بالنسبة للأضداد. next عندنا text exploration، تاني عليه 7 نقاط، هو يتعلق بالقواعد. next يقولك number one supply punctuation، نحطو punctuation. punctuation كيما comma full stop two points and so on، عندنا فاصلة نقطة capital letters نكتب الحروف الكبيرة. إذا راح نحطو كما قالك هنا apostrophes and capital letters were necessary. نبدأ. In the United States of America, officials convicted of bribery may be fined, removed from office or sent to prison. أول حاجة نشوفو إذا كان عندنا أسماء تاع الدول، أسماء تاع الناس نديرهم capital letters، تكون عندنا listing يعني تعداد نحطو فواصل، ودائما في الأخر نحطو نقطة، وفي أول جملة نحطو capital letter. so هناك عندنا in capital letter United States، نحطو U capital letter لأنه United States U تاع اسم دولة. States كيف كيف S capital letter، America A capital letter. then عندنا هنا راح نحطو كوما لأنه الجملة هذه تكون مفصولة. في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعد نحطو فاصلة. officials convicted of bribery، الموظفين اللي شدوا عليهم انهم يكونوا مشاركين في الرشوة. maybe find يعني يغرموهم، تحت هنا فاصلة لانه بدينا listing. removed from office فاصلة sorry maybe find هنا فاصلة لانه عندنا listing. شوف find removed from office or معناتها عندنا listing، يقدروا يغرموهم. find فاصلة removed from office يخرجوهم من العمل من المكتب، or أو sent to prison يبعتوهم للسجن. إذن هذوما capital letters تاع United States of America، بعد فاصلة officials convicted of bribery may be fined فاصلة removed from office or sent to prison نقطة. خلصنا بالنسبة لهذا التمرين. هذا التمرين حتى أنكم ما تقراوش في الثالثة ثانوي، ديما تحلوا تمارين تشبه لهذا التمرين، قادر حتى تلقاوه في البكالوريا. إذا هو مهم جدا. next يقولك join أربط the following pairs ثنائيات of sentences تاع الجمل using the connectors in brackets. مثل connectors روابط in brackets بين قوسين parentheses، وراح نربطو حنايا نستعملهم باش نربطو بين الجمل. A يقول he is the man نقطة، هذا الجزء الأول. نقطة الجزء الثاني he has been arrested by the police، ومن بعد يقول لك هو، نستعملو هو باش نربطو بهذه الكلمات. إذن هو عادة تعوض اسماء تاع الناس كيما هنا. واش عندنا he is the man who has been arrested by the police، باش ربطوا بين الجمله ما تعودش الجملتين متفرقين. كي نقولوا هي از ذا مان هو الرجل، ومن بعد هي هاز بين اريستد باي ذا بوليس هو اعتقلها بواسطه البوليس الشرطه، ربطوها جمله واحده ونحيوا النقطه ترجع. هي از ذا مان هو هاز بين اريستد باي ذا بوليس، مفهوم؟ هو تجي هنا مور ذا مان، ذا مان ونزيدو هو هاز بين اريستد باي ذا بوليس. بي هي بوت ذا برودكت، اشترى المنتوج نقطة. it was not of good quality، لم يكن من نوعية جيدة، يعني المنتوج it تعبر عن المنتوج the product. then ال connector الرابط هو the although even though بالرغم من الدرس despite of الدرس موجود على القناة، الرابط تاعو راح نخليه أسفل هذا الفيديو. إذا شوفوا عندنا two pairs ربطوا بيناتهم. he bought the product though it was not of good quality، اذا اشترى المنتوج بالرغم من انه ماشي من نوعيه جيده. نحيو نقطه والكابيتال ليتر نحطو ذو في الوسط. he bought the product though it was not of good quality. لدينا سي bribery is illegal، هي غير شرعيه نقطه. counterfeiting is illegal، ثاني التزوير هو غير شرعي. وربطوا بيناتهم باستماع both and، والدرس تاع both and قريته سنة أولى ثانوي وراح يكون على القناة إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. عادة في البكالوريا مشي
أغلبية التمارين ما تكونش اللي درستوها فقط في الثالثة ثانوي، تكون قواعد من اللي بديتو تقراوها في الأولى ثانوي، الثانية ثانوي، الثالثة ثانوي. إذن we have bribery is illegal, counterfeiting is illegal. هنا باش نقولوا باللي both and يعني في زوج، ونحيو التكرار is illegal معاودة نحيوها ترجع. Both bribery and counterfeiting is illegal. كما نقولوا بالرشوة بالتزوير غير شرعيين. Both bribery and counterfeiting is illegal. أنا باش نحيو التكرار. Number three, give the opposite of the following words keeping the same roots. هم دو opposite العكس. بالحفاظ على نفس الروتس يعني نفس الكلمة تبقى نمدو opposites. وكيف نمدو opposites لما نحافظو على نفس الروتس نستعملو prefix، ودرسنا prefix موجود على القناة يعني من يمدو الأضداد بيستعمل prefix. كما ethical نحطو n ترجع unethical e n unethical legal illegal نحطو l moral immoral أخلاقي moral immoral غير أخلاقي legal شرعي illegal غير شرعي ethical أخلاقي unethical غير أخلاقي. كما هنا عندنا unethical so حطوا e illegal هاهي illegal حطوا l unethical عندنا هاهي حطوا u n unethical immoral نحطوا m وبالنسبة honest نحطوا this dishonest honest وفي dishonest العكس نحطو dishonest. هذا بالنسبة باش نحافظو على نفس الروتس. next عندنا match pairs that rhyme it's very easy this one. عندنا rhyme اللي هو يكون عنده نفس النغمة في الأخير كيما عندنا production statistics bribe notices ربطهم مع الكلمات اللي يشبهو في آخر النطق تاعهم يكون يشبه كاين الرايم النغمة الريثم. And then production and the production corruption statistics ethics bribe tribe practices notices. It's very easy. ساعات يمدو بزاف العلميين this one. Next ask questions about the underlined words. يمدو لكم كلمات مسطرة وطرحوا لهم الأسئلة. والدرس تاع how to ask questions موجود على القناة، راح نخلي الرابط تاعو أسفل هذا الفيديو. إذن عندنا we should fight bribery وتكون عندنا كلمات مسطرة. هنا سطرنا for example we نقول who should fight bribery لما نسقسيو على subject we تكون مسطرة نقول who should fight bribery. For example fight bribery مسطرة نقول what should we do what should we do واش لازم ندير. we should fight bribery والدرس موجود على القناة. بالنسبة written expression يوجد فيديو مهم جدا يعلمكم كيفاش تكتبوا written expression باستعمال النوتس اللي مدولكم. كما هنا النوتس دايما مدولكم two topics واحد free وواحد فيه النوتس. هذا فيه النوتس كما هنا anti-corruption and so on وهذا this one free. اللي يكون ما يعرفوش اللغة الإنجليزية تقدروا تستعملوا النوتس اللي مدولكم في topics تربطوا بيناتهم ديروا مقدمة صغيرة خاتمة صغيرة. يوجد فيديو مهم جدا يساعدكم كيفاش تكتبوا باستعمال النوتس. تاني توجد عدة فيديوهات كل واحدة درت لكم بعض التعابير مقترحة هزوا منهم الأفكار وزيدوا منهم من عندكم بإذن الله راح تديوا نقطة مليحة في التعبير الكتابي. إذا كان هذا فيديو خاص حل نموذج بكالوريا، هي بكالوريا عادية ليست امتحان تاع تالتة ثانوي عادي ليست بكالوريا سابقة رسمية. وإن شاء الله راح تكون بعد البكالوريات الرسمية على القناة في القريب العاجل لأنه حل البكالوريات مهم جدا كما مراجعة القواعد كما حفظ المصطلحات. لنلتقي في فيديو لاحق بالتوفيق. لطلب دروس خلي تعليقات، لا تنسوا اللايك في الفيديو إذا أعجبكم، ديسلايك إذا لم يعجبكم، ونلتقي في فيديو لاحق. إلى اللقاء.